أنا مش عارف أبتدي معك الموضوع إزاي يا منى، لكن الموضوع انتشر بين الموظفين وكلهم رافضين وجودك معاهم. أغلبهم اتقدم لي في شكاوي. أنا مش عايز حد فيهم يسمح الكلمة تجرحك. أرجوك يا بنتي قدم استقالتك، دي نصيحة من أب لبنته. ازيك يا عصام؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه يا عصام؟ ما تسالش عليا ليه؟ هو انا مش اختك؟ يا حبيبتي ما انت عارفه الشغل والله العظيم غصب عني. يا حبيبي الله يكون في عونك انا عذراك. انا مش هطول عليك يا عصام. كل انا عاوزاه بس انك تساعدني الاقي شغلانه اصرف منها. انا ماليش دعوه، مش مسؤوليتي. الو، ما تكلمنيش في ده خالص، انا ماليش دعوه. لا شوفها عندك، اساله على الملفات، هو اساله هو على الملفات مش انا. انا مالي؟ الو معلش يا منى، اكلمك بعدين علشان عندي مشكله في الشغل. سلام يا حبيبي. كل يا حبيبي. على مهلك يا عمر. اهلا يا عمر، ازيك يا حبيبي؟ اهلا شو. ايه يا عمر سيبك رفيع، ايه التخم ده كله؟ ازيك حبيبي؟ ازيك حبيبتي؟ شروق اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، البيت نور. ازيك يا ابو لسامي؟ ازيك؟ تكامل كلش لوحده. ازيك يا ايهاب؟ اهلا. ازيك يا منى، عامله ايه؟ اهلا يا امجد، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. انت الله يسلمك. ابدا يا مودي، خد تعالى. بقى لي يومين ثلاثه يعني، جاي اخلص شويه ورق وشويه حاجات كده وراجع تاني ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. المهم انت عامله ايه؟ احنا كويسين الحمد لله. الحمد لله يا رب. يلا يا امجد، عايزين نتكلم في الموضوع اللي جينا علشانه. خلاص عارف في ايه. تعالي يا شروق، تعالي حبيبتي نلعب لعبه حلوه قوي. هلعبكوا لعبه جامده جدا. ها، ونفتح الحلويات دي بس من غير ما نتخانق مع بعض. اوكي خير يا جماعه؟ هو في ايه؟ لمي هدومك من السكات وسيب الشقة. شقة؟ شقتي دي اللي هسيبها. شقة اخويا يا منى الله يرحمه. وانا واولاد اخوكم نعيش فين؟ في الشارع؟ ولاد اخويا هيعيشوا عندي يا منى، وده قرار نهائي. ايوه، من مصلحة الولاد تبعدي عنهم. صحة ولادي انهم وانتي عارفة كده كويس. استني هنا، رايحة فين؟ سيب ايدي يا ايهاب. على مالك بس عشان خطك الجامده دي حضرتك نغير عليها ولا لا؟ بس اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نشوف فيه كسل ولا مفيش. اسبقونا انتوا على وقت الاشعه، انا اجيب الدكتور واجيبكم على طول. سلامتك يا ست الكل. سلامتك دكتور. طبعا الحاله فيها تعوج الى الاداره. منى بعد اذنك يعني ممكن اروح اقول لها الحاله فيها تعوج الى الاداره؟ لو سمحت يا بس يا مزمزيل، لو سمحت يعني انا كنت عايز اقول لك عشان تعملي حسابك ان هي اتش اي في بوزيتيف. مش فاهمة يعني ايه؟ يعني عندها الفيروس اللي بسبب الايدز. ايدز؟ وايه اللي جابها هنا؟ دي مستشفى بتاعت ايه؟ روح شوف لها مستشفى تانية، احنا مش بتوع ايدز.
انت متاكده انه قال لك كده؟ وتخرسي يا اختي وتقفلي على الموضوع ده بقى. بعد اذنك يا دكتور. استنى انا عايز ايه اللي انت عملتيه مع المريضه اللي بره ده؟ ما هو يا دكتور الراجل اللي معاها بيه الراجل بدل ما تشكروه على صراحته وخوفه عليكوا تسيبوه تطلعوا تجروا. لا يا دكتور ده مش تخصصنا اصلا. مش تخصصنا على اساس ان تخصص حضرتك مخ واعصاب. بعدين قولي لي هنا، هو من امتى المريض مسؤوليته حمايه الطبيب؟ المفروض اصلا ان هو ما يقولكوش، والمفروض ان انت تتعاملي مع كل حاله على ان احتمال يكون عندها مرض في الدم. بس انا مش عايز اسمع كلام خلاص. بتهيألي ان انت عندك معلومات كفايه عن طرق نقل فيروس الاتش اي في، يا بالممارسه الجنسيه بدون عزل مع شخص مصاب، يا بنقل الدم من شخص مصاب. ويلا بقى كفايه كلام الست بره، اتفضلي. لازم تعرفوا ان المسؤوليه بتفرض علينا ان احنا نقف جنب المريض مهما كانت خطوره مرض. ده واجب انساني قبل ما يكون واجب مهني.